قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. والمراد من الحشر هنا هو الحشر الأعظم الذي يكون يوم القيامة، وذلك لأن الحشر أنواع، هناك حشران في الدنيا، حشر أول وحشر ثاني. فالحشر الأول هو المذكور في قوله تعالى في أول سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والحشر الثاني هو الذي يكون قبيل قيام الساعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: تخرج نار من حضرموت فتحشر الناس، قال: اثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا. وهذا الحشر ليس في الآخرة، وإنما هو قبيل الآخرة، وذلك لأن الحشر في يوم القيامة لا يكون هناك ركوب على جمال وعلى بعير يتعاقب على هذا البعير. فالمراد بالحشر هنا هو الحشر الأعظم الذي يكون يوم القيامة.